السلام عليكم، كيف حالكم إخواني الكرام؟ أين أنتم يا بني كرغل؟ اشتقنا لكم، هيا بنا إلى المونديال. اليوم الإخوان غادي نشوفوا لامين يامال يستمع للأغنية المغربية، ربما أنه تندم عليه الحال، ربما. شوف باش نكونوا واقعيين، قسما بالله إلى تلقاه في الداخل ديالو ندم. علاش؟ تشوفوا داك الفيديو اللي خصو ما يتحيدش من السوشيال ميديا، خص داك كلشي يحافظ عليه، اللي عنده يحافظ عليه، يحطو في شي عب يتنشر. ديك فاش هزتوني ديال المغرب، فاش غلبت المغرب اسبانيا في كاس العالم، وكيقول لهم وكيضحك على اللعابه ديال اسبانيا، داك للتاريخ، داك الفيديو للتاريخ. اش عمرك ما ديرها مغربي، طلع ولا نزل ولا مغربي، وعارف انك دابا هاد الاداء الجيد اللي كدير مع اسبانيا غادي يهزوك فوق ريوسو، ولكن غير ينقص شويه النيفو الجنب، يفضلوا واحد الزهر ديالهم عيني خضر على عليك انت، تكون انت في النيفو بحال واحد عينيه خضر وشعرو هو الاول. ندوزوا لهذا الفيديو الاخوان ونشوفوا واش قالوا عليه. نعم عندكم ضربوني بكوبي رايت اصحاب صباب. هذا لامين يامال طلع بيحكي عربي ومغربي، ورا مغربي باش بغيتي يحكي، يحكي باليوغوسلافيا. قلبي تك تك وهبلتني يا يما، شكله الحب مأثر عليك لامين يامال، شكله الخيانة اللي عملتها معاك أليكسا مأثر على قلبك، قلبه تك تك بقول لك وهبلتني يا يما، وبيحكي عربي بغني مغربي. يا قلبي الاصل غلاب، خلص الاصل غلاب، اقسم بالله اصله مغربي بيحكي عربي. ورا مغربي ايش بغيتي؟ واش دابا نتابع خليك بغني الاغاني العربيه وخاصه المغربيه، وبيحكي عربي وقلبي تك تك وهبلتني يا يمه، قلبه بوجعه هلا من يمال حبيبته مش قادر. الخليجي العلب، هذا النوع ديال اللي فيديو اللي كيديروا قصير وخفيف، يخرجوا يخرج عيني وكيتاثر وكذا ناضي. هذا نزيدو شويه نقلبوها كاع كل شيء بحال عينه من هذا الشيء، حتى 10 دقائق ديال تهضر 10 دقائق ديال طلع هنا نزل هنا. ندوزو لفيديو اخر، واحد الكرغولي عاود ما عرفتش بغى يصنع 100% كرغولي. شوف شوف حصل يا قدو رايا، وجدك عندهم يا ولد الناس. هذا كيضحك، راه ديك اليد اللي تلوات ليه في الكور ده، راه الا تعطل ولا هذاك راه يقدر انها تهرس ليه ولا 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 غادي تخرج يخرج العظم بلاصتو، ولا كيسهلوا الناس بحال هكا. قدو سير فك السيد، قدو راكم مزنزنين شويه، سير فك السيد. شدني خليني جاني معاك، راني مضروب وش ندير لك انا؟ هذا راه الضحك الاخوان، ولكن هذا راه درس. حنا في واحد الوقت كتوقع شي واقعه، الواحد كيهز التليفون كيفضل انه يصور على انه ينقذ. شوف دابا شحال دوز، وهذاك راه في حاله صعبه، والاخر كيفضل انه ياخذ ليه فيديو. وجينا الى جينا نبحثوا هذا اللي اخذ الفيديو، وما كيربح لا من المشاهدات لا والو، غير غير عجبو الديكور وهز الفيديو. هذا الشيء فكرتني في واحد المشهد انتشر ديال واحد الطوموبيل كتحرق من الداخل، وواحد خدا ليها صوره، والسيد الداخل كيتحرق، يعوض ما تاخذ صوره هز غير حجره ضرب داك الجاج يتهرس، يلقى يخرج لنا فاش شعلت العافيه تبلوكا والبيبان. ما عرفت واش الدماغ ديال الواحد تما كيتلف ما كيعرفاش يدير، ولا يعني نقد حسن تنقد الواحد على انك تصوره هو كيموت، ولا انه تصوره كيتعذب، ولا لا ولا ما متفقينش معايا، ولا كتفضلوا انكم تشوفوا الفيديو على اساس. المهم انا غير وصلت ميساج. طيب ولا كيضحك ولا كيضحك الكرغولي، ها الكرغولي بدا كيضحك عاد فاش خرج. راه هذه هي الحياه، فاش كنكون وسط المشكل كتساليش الضحكه، كتغير تفك
وكنت وخصني يا كتفك الموت عاد كتجيك داك الضحكه وكنت كتنسى كاع بلي راك دستي في ديك الازمه. شحال واحد داز من ضيق فاش خرج منه ما حمدش الله ورجع للطريق ديال رجع عاود الضحك والتكري بحال اللي عمره ما داز داكش ورا هذا. انت شو وجهه فاش نزل شوف فاش نزل فاش صافي ارتاح شو وجهه كيف مهم ها ميساجات كاينين الاخوان وسطاج ندوزو الفيديو اخر. ها انت ها ولاد اسفي اسفي هذا الاخوان مدينة جديدة البراج ديال الجديدة عالم واش القرش كياكل الناس في مصر وخايفين منه هادو تابعينه شد البراج تابعين القرش كلام على الحجر في بغي يديه دابا تدروش ودري صغيرة صاحبي وجر القرش والله المغاربة إلى سبوعة بي إلى قالوا سبوعة سبوعة جر القرش كي يقلف فيه كي يقلف في القرش كون دار زعما غادي يهز لي واحد واحد البورصة في صحته. دوزو الفيديو آخر. نكملكم الفيديو باش نقول لكم هاد شوفوا اللي راهم يقولوا بيحسبوا باللي افاق الجزائري مسكين طوموبيل. شوفوا ولد عمي وين يعيش يعيش هنا وعليكم ان تتخيلوا بنت بدون سقف عليكم ان تتخيلوا كيفاه يروحوا هاد الاولاد للمدرسه عليكم ان تتخيلوا وين يقضوا حاجاتهم عليكم ان تتخيلوا تبعات هاد السكنه. ونضيف لكم معلوماتكم باللي المسؤولين تاع سكورت كل على باله وباللي الاعلام جاه هنايا باش تعرفوا باللي الاعلام تاعنا برك يتاجر في معاناتنا برك زيت ال 65 ماهوش لاقي سقف ولد عمي هذا باش تعرفوا باللي حنا وباش نزيدوا نقول لكم باللي حنا اللي خرجتنا في 22 ما خرجتناش الخبزه برك خرجتنا الحكره ولا عداله. شوفوا وين عايش ولد عمي هذا والعلم والاضافه العلم انه عطاوه ونحوله مانيش عارفين عليه وخرجوا هضروا على حقكم راه البوليخاريو اللي هزوا لكم رزقكم. الخمس هذا زيت ال 65 ولد عمي شوفوا وين يعيش شوفوا وابار البترول جعبه البترول راهي غير حدا هنايا. ها انت جاوبتي ابار البترول والجعبه ديال البترول غير حداه هنايا وهو جالس ما لقى ما ياكل هو جالس في السقف ما عندوش كتجي الشتا وتقطر عليه تجي الشمس وتضرب. ايه شوفوا يا ناس شوفوا مش غير هو هذا ولد عمي شوفوا يا ناس وين راهو عايش وعليكم ان تتخيلوا تتبعات تصوروا في الغبار في المطر في كيف هذه الطفوله هذه البراءه هذه الجميله هذه المتربيه هذه كيف راح يكون مستقبلها. ايوا هذاك الشيء علاش كنغوتوا داك الشيء باش كنقولوا نتوما تضحيوا نتوما تخرجوا للشوارع وتحتجوا باش الاجيال الجايه يعيشوا مرتاحين يعيشوا مزيان والمسؤولين كل على بالهم. انا فيت قلت ومن اللي زاد هو عايش في القرابه كنا كل عايشين في القرابه وليا الشرف اني عشت القرابه. شكون هي القرابه؟ شو القرابه؟ هادشي منطقه سميه المنطقه قلت لك ما كتعني شي حاجه القرابه بينما ربي حنا عطانا فرصه باش نخرجوا نعيشوا في المدينه بصح هو الرزق بيد الله. شوفوا ناس تخيلوا باش نقول لكم اللي واجعنا ماهوش واجعتنا الخبزه ولا الديار ولا حاله الميته خرجتنا الحقره ولا عداله. ان شاء الله اللي قال على طاكسيات وشوف شوف الجزائري مش لاقين حتى سقف سقف مش لاقينه. اذا كنتم تباتوا هانيين شوفوا راح يحاسبكم ربي على كل اداء يلتحق بهاد الناس يحليكم اذا كانت بغله راح يحاسب عليها فما بالكم ناس كيما هذو وحسبنا الله ونعم الوكيل. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ولد عمي ربي ينوب عليه وان شاء الله تتحقق العداله في بلادنا لانه كل ما يتغيرش السياسه مش راح تتحقق المطالب الاجتماعيه. يا ناس ان شاء الله يفهمكم يوصلكم هذا الميساج. خرج اليوم على الخبزه وغدوه كي يحقوك كيفاش يقولوا لك تخرج على الخبزه نعطوك الخبزه ونسدوا لك فمك ان شاء الله يوصل ميساجي. ميساجك وصل ولكن ما كافيش الميساج ديالك. فين هما الرجال ديالكم؟ فين هما الناس اللي غادي يخرجوا للشوارع يحتجوا؟ فين هما؟ واش نتوما حاضين غير المروك؟ صافي الهدف ديالكم هو المروك؟ واش كتفضل انك تسب المروك على انك غادي تطلب بحقك؟ واش كتفضل ان دابا كاينين الجزائريين اللي كيفضلوا انه يسمع ان المغرب وقعت ليه شي حاجه خايبه على اساس انه يسمع ان الطوابير ما بقاتش في الجزائر وانه استفاد وانه ولا مزيان وانه كيفضل هذا الشيء؟ حشومه عيب 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 يا خاوتي عيب. ملي كنهضر بهضرتكم يا الكراغله دخلتوا لنا في صحتنا يا الكراغله. اين انتم يا كراغله اشتقنا لك. هيا بنا الى المونديال
ايوا حنا كنتسناوكم في كاس افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله بربي، غير شرط واحد، اللي جاي يرجع بحاله، ما تبقاوش عندنا يا اخو، ما تبقاوش عندنا. تزرتي اللي زارو خف زورو خفف وسير بحالك ورجع لبلادك. اخواني وصلنا لاخر هذا الفيديو، تحياتي لكم. ديما مغرب ولا عزاء الكراغيله، ديما مغرب من طنجه الى الكويره. السلام عليكم.